الخبر الاول اللي عدنا عن طارق باشا وفضيحة القناة مملكة القصص. طبعا بالبداية اللي ما يعرف انه هو طارق الباشا فبخلاف انه هو يوتيوبر عنده قناة ينقل بها اخبار ونوعا ما شوية من الدراما، فهو واحد من اصدقائي القديمين كلش. طبعا هو من المتابعين يطلبون دائما من عندي انا اسوي مقطع اسئلة، لكن تلاحظون دائما اطنش الموضوع اسوي نفسي ما انتبهت. ولكن يا حبايب اللي اول مرة، طارق الباشا نوعا ما يكشف هذه الحقيقة عني وعن قناة مملكة القصص. فطارق الباشا نزل على قناته هذا المقطع، وبهذا المقطع نوعا ما قال بيه كلام كلش خطير. الصراحة ما اقدر اقول اي شيء غير اللي احط لكم رابط المقطع بالوصف، روح شوفوه بالكامل. المقطع بيه كلام كلش قوي، راح احط لكم من عند اللقطات وكمل المقطع الثاني بالوصف. وانتو لو تعرفوا مين فهد والله راح تنصدموا، لانه انا لهلا مصدوم. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نورما، فنور نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري، واللي كان بهذا الستوري يعني من خلاله إنه راح ينزل مقطع اليوم عن حقيقة علاقته ويا أنور، واللي من السلسلة الجديدة اللي سواها ويا قمر مار ويا رمار. المقطع راح ينزل الساعة 4 على قناة الثانية، شوفوا الستوري. جلدين بكرة إن شاء الله على الساعة 4 في فيديو على قناة الثانية، الفيديو المنتظر أنا وأنور. راح تعرفوا كل شيء بكرة، خليكم جلدين على قناة الثانية، بحبكم. اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو ريدر، ونزول اغنيته الجديده. فريدر نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، وهذا الستوري بيه اغنيته الجديده. راح اعطيكم شويه من عدها، واللي حاب انه يكملها كامل فهي بحساب ريدر بالانستغرام. صوتي ببيس ماني راجع، انا اتكلم عن تشينز، اسمع للميوزك بس ما عندك تيس، لذلك هذه كيك تو يور فيس. ترى ماني سامع اغاني وتابون، كل اغاني صارت بس. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة أنس الشايب ودخوله للسجن. طبعا ما يعرفش عن القصة، فالقصة هي حوالي من 6 أشهر يومها دخل أنس الشايب بها للسجن. بالنسبة لأشخاص يسألون عن السبب، فهو سبب استهزاء بواحد من الشيوخ. يومها أنس الشايب نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات كان يتصل بها على واحد من الشيوخ وكان يدي يستهزئ بيه، ولكن للأسف هذا المقطع ما قدرت تجيب لكم إياه. ولكن بالمختصر أنس الشايب كان يستهزئ بواحد من الشيوخ بهذا الفيديو، كان يسأله أسئلة بايخة مثل إنه إذا بنية باستني هل هذا الشيء حلال أو حرام، وشوية أسئلة زائد 18، وكل شوية يحط كتم للمكالمة ويصير يضحك بالمقطع. فطبعا هذا الشيخ عرف إنه أنس الشايب كان يستهزئ بيه، فقرر إنه يرفع عليه قضية ودخل للسجن. بالنسبة لهذا الشيخ بوقت طلب هواي متطلبات من أنس الشايب، واللي واحد من عدا انه ينحذف هذا الفيديو اللي استهزأ به للشيخ من كل مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا للأسف ما قدرت اجيب لكم اياه. وبعدين نزل ستوري ويعتذر به من هذا الشيخ لانه غلط بحقه. اما بالنسبة لاشخاص يطلبون الدليل، كان مكتوب عليه انه هو طلع بكفالة وكان اخلاء سبيل، مكتوب اسمه أنس ضرار ابراهيم الروح الشايب، ومثل ما شايفين التاريخ من عام 2019 شهر السادس يوم 20، يعني من حوالي 6 اشهر. اما بالنسبة للشيء الثاني، هو هذا المقطع اللي كان يعتذر به من هذا الشيخ للاستهزاء والكلام اللي قاله زائد 18، ونزل بحسابه الانستغرام وكان اعتذار. شوفوا بالقلب يسعد مساكم يا رب، اتقدم على أنس الشايب بكل الاعتذار من فضيلة الدكتور عبد الله أبو شاور المحترم عن جميع الإساءات التي بدرت مني والتي قمت بتسجيلها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيا من فضيلة الدكتور الرجل الخلوق المؤدب بقبول اعتذاري ومسامحني عما بدر مني. معاهد الله على أن لا أعود لمثل هذا التصرفات السخيفة التي صدرت مني، وكل الحب والاحترام. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين مملكة القصص وناريني بيوتي على انس بيسان اسماعيل ومو فلوكس. فبيسان وانس كانوا منزلين على حساب بيسان بالتيك توك هذا المقطع، واللي كانوا وياهم مو فلوكس. لو تدخلون على التعليق راح تشوفون انه كل التعليق مكتوب عليه جيش مملكة القصص ناريني بيوتي. وطبعا شويه من المتابعين اللي يريدون يكشفون حقيقة انس الشايب انه هو جاي، وحاطين علم يثبت انه هو مو رجال. تبون يا حبايب الكومنتات شاركوا بهذا الخبر، وهل هو يستحق هذا التهجم اللي تعرض له او لا؟ وصلوا يا حبايبي نوصل نهاية المقطع. طبعا اول شيء لا تنسون رابط المقطع مال طارق الباشا بالوصف، روحوا كلكم شوفوا المقطع وافهموا القصة بالكامل. وبس، كانك فايز من مملكة القصص، مع السلامة.